مساء الخير مشاهدينا ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج نسوة دوت كوم. أهلين صبايا. أهلين بكم مشاهدينا. أكيد زي ما عودناكم مواضيع مختلفة ومتعددة، خليكم معنا للآخر بس تابعونا. أزل في اللون مشاهدي قناة دبليو تي في، حنكونوا معاكم لمدة ساعة من الوقت. نبدوها بأولى الفقرات واللي هي فقرة تجربتي، وحنحكوا اليوم عن التنمر. هل تعرضتوا للتنمر قبل هيك؟ أكيد سؤال هذا حنطرحوه وحنتكلموا بين احنا في فريق من نسوة. خلال تجاربنا. هلا بالضبط من خلال تجاربنا. كيف ما نحبوا بس ننوهوا إن فقرة تجربتي إن هي تجربتكم أنتم في الحياة وتجربتنا نحن معاكم، وأكيد يعني نحن نمثلوا بالمجتمع، يعني ولو كل واحدة كيف إن الواحد ممكن يكون مع تجاربنا في التنمر بالذات. هو كمصطلح تنمر جديد علينا، يعني دخل علينا كله، يعني في مصطلح التنمر جديد، في اللي ما يعرفش شنو هو التنمر. فبدينا تو مع الوقت بعد انه يتردد او موجود يعني نستعمله فيه في مصطلحاتنا، فقعدنا نعرف انه هو التنمر، انه واحد يتنمر عليك، يعني ممكن يضايقك في حياتك الخاصه وفي كل شيء، انه يبدا يمارس عليك في نوع من القوه او من المضايقات او الالفاظ او اي نوع من التنمر. احكوا على تجربتكم بالنسبه لينا ميسند. هو موضوع التنمر هو يعني بدايه المصطلح هذا بدينا نسمعه فيه في المدارس، ويوصف في حاله طلبه المدارس في عمر معين في نوعيه من الطلاب يبدو يكونوا في نوع من العدوانيه وبيسيطروا على الطلبه او التلاميذ اللي خلينا نقولوا ضعفاء، بس شخصيتهم تبدا مسالمه الى حد ما. هذا اول ما سمعنا التنمر. بالنسبه لي يعني تجربتي الشخصيه في المدرسه كان في نوع من انواع التنمر، يعني واعتقد المدارس بشكل عام كلها زي يعني تكثر فيها بالضبط، تكثر فيها الظاهره هذه يعني بدايتها غادي، فكانت تجربه يعني اللي كنت تعرفي تتعلم عليه. لا ما كنتش نعرف الرد، ما تمشيش حتى الاداره تشكي ولا بعدين في مراحل متقدمه، في الاول تبدي تسكتي بعدين تتعلمي انك انت لازم لا تشكي ولازم تكلمي وتحكي لابوك وتحكي لامك وتقولي لهم يديروا حل. يعني اكثر شيء موقف ممكن قاعد في ذكرتك من التنمر، حد ضايقك بشكل انك انت روحتي مقهوره او تبكي؟ يعني مثلا التنمر ما ممكن مثلا على في احيانا احنا عندنا هم مجتمعات بشكل عام، يعني مثلا تعليق على بعض الصفات او مثلا بعض التفاصيل في شكلنا، هذه كانت تضايق فيها يعني. بس انا تعلمت يعني انا نحب هالتفاصيل هذه اللي كان كنت اتعرض من خلالها للتنمر. يعني تو ممكن تنصحي، شنو تنصحي مثلا لو حد خاصه في المدارس يعني تعرض للتنمر؟ أنا أول شيء يعني بس بنقول إن الموضوع هذا لما يطلع، لما الأم والأب يحسوا إن ولدهم بدأ يكون في نوع من العدوانية تجاه زملائها في المدرسة، المفروض هم اللي يتصرفوا، يعني لازم الأم تكون واقدة بصراحة. يعني إحنا تو مثلا سمية أمهات، مثلا من تجربتي وتجربة سمية، تحسي لما ولدك يبدأ شوية يبي يطغى، يبي يعلق أكثر بزيادة، يعني عنده شوية عدوانية، بوادر عدوانية في شخصيته، المفروض الأم تتدخل. هذه حاجة رقم واحد. الحاجة الثانية، الشخص اللي تعرض للتنمر المفروض يتجه للمسؤول، سواء كانت الأخصائية الاجتماعية، يحكي لأمه يحكي لأبوه، ما يخليش الموضوع هذا مكبوت داخله. هذه نصيحتي. يعني أنا أعتقد أن هذه أيضا حتى المتنمر عليه، يعني اللي يمارسوا عليه التنمر، أنها حتى هو يطلع له أعراض، يعني حتى هي الأم مفروض تكون فايقة لطفلها اللي يتعرض للتنمر. زي ما انت لا انا قاعده نحاور فيك التنمر، يعني بالنسبه لك شنو اول حاجه فطنتي فيها انك انت بديتي فعلا يمارسوا عليك في التنمر في المدرسه، وبين ممكن في العمل، وبين ممكن في الحياه حتى الخارجيه، ممكن حد ممكن جار يتنمر عليك، صديق عادي بخارج الدراسه، يعني كيف كانت تجربتك؟ احنا درنا قبل حلقه مهمه قبل اللي هي على العنصريه، واكيد اسهل انواع التنمر بالنسبه للشخص الضعيف اعتقد. يعني الشخص الضعيف هو اللي يتنمر بالطبع لانه هو انسان ضعيف. اسهل انواع التنمر هي التنمر بالشكل، الصفات، يعني اوضح هي نفس اللي قالتها الشكل الخارجي. فانتوا تعرفوا الفاظنا العنصريه اللي كانت هلبه في ليبيا، فكانت هذه اكثر حاجه. ايضا فيه ان لازم، انا اعتقد الامهات لما اطفالهم يكون فيهم حاجه زايده على الاطفال الثانيين، زي مثلا الامهات اللي طفلها مثلا يلبس في النظارات، او مثلا ابنها حاط تقويم بالضبط، او في اختلاف على الاطفال الثانيين، لازم تكون هي ايضا قوية تحميه اكثر، تكون واعيه انه هو شنو هي الاعراض اللي تطلع عليه، مش حتى تنصره،
تعطيه ثقة في نفسه، أو ممكن تمشي الإدارة تتواصل معها، فهنا تبدأ تحد من الموضوع. بمعنى يعني أبسط حاجة إن ابنك لما تلبسيه النظارات مثلا لازم تبدي تتابعي في، يعني أنا قبل كنت نلبس النظارات يعني غير اللون مثلا ولا العنصرية كانت تمارس، يعني إن أنا لما كنت صغيرة نلبس النظارات تحسي إن مثلا أول حاجة يديروها إنه يبدو يعلقوا على النظارات، عرفتي؟ فمفروض ان الامهات اول ما يلبس النظارات ابنك او يحط زي ما قلت لك التقويم، تحلقي له تحليقه جديده مثلا، ابنك ديما شعره طويل تحلقي له التحليقه تشوفي رد فعل الناس عليه. في البنات وبين الاولاد انتوا في تجربتكم هيك، انا اقول لكم ايش تجربتي. شنو انا كنت امارس في التنمر. يا متنمره. كنت وكان نوع من القوه لازم نظهرها عشان ما حدش يقدر يتنمر علي. فكنت انا نتنمر على الناس بصراحه، يسامحوني كل اللي كانوا يقروا معي في المدرسه. وكنت دائما يعني عون لاخوتي، يعني اي احد يصير له حاجه ما اللي يضربك تعال وريني، فكنت نفزع يعني فزاعه يعني. وكان نشاطي زايد حتى مع الجيران. كوماندا يعني ما نقدرش نقول بلطجي، لا لا مش كي، بس كنت يعني دائما عندي شخصيه نحب نظهرها باش ما حدش يقدر يتنمر علي. ولو حسيت ان حد بيتنمر علي وحسيت فعلا اني بخطر انه هو اقوى مني، انا فعلا كانوا في وحدين اقوى مني في التنمر، انا في داخلي ما كنتش قويه بس كنت يعني معناها ما تضربوش واجد المتنمرين تسمعي بالهجوم. انا فكنت لازم كنت ندير الكفر هذا عشان انا نقدر نواجه التنمر، لاني في بنات حتى معانا واولاد يمارسوا في التنمر، فكنت انا انظر اني انا من القويات، يعني ممكن ما يقدرش حد يمارس علي التنمر، بس في داخلي كان في دقات قلب وكان في خوف، يعني كان حد وقف لك راه بس وقفتي. وصلت لمرحله تنمرت يعني خلاص، لما حد ينشهر كيف في مدرسه هذا ما جوش شهره راه وعر هذا خلاص. فانا خذيت، هي يقول لك احنا نصنع الطغاة، كيف نصنع الطغاة؟ لان بدوا يناصروا فيا، بديت ندير في جروب، فالجروب هذا بدا يناصروا فيا، فانا بديت امارس في التنمر. ولكن بعدين هذه في سن الابتدائي، لكن عندنا التنمر مرات نواجهوه معنا في العمل. وانا اعتبر فيه الاطفال، يعني بالنسبه لي اطفالي نقدر نتابعهم ونعتبر مش ام نتدخل فيه، اللي يقول لك امها تتدخل في ابسط الامور، لا انا واجبي نتدخل في ابسط وممكن اتفه الامور اللي انتم تحسوها، لان لازم نين نخلي نصنع الشخصيه اللي هي تقدر تعتمد على نفسها ويقدر هو يواجه، وبعدها انا نسيبه بمتابعتي الخفيفه بحيث اني ما اخليش انه هو ما عندهش شخصيه. حتى الام لما تتدخل اكثر من اللازم ممكن تخلي، خاصة لو كان ذكر ماش عنده شخصية، كل شيء ماما يمشي تعالي لأمه نقعد بعدين صح. نوجه ببساطة. حاجة تانية اللي بيقولها كان في العمل، في العمل لازم يكون عندنا معانا شخصية متنمرة، وإذا كانت مش متنمرة فتكون هي طاغية أو هي متسلطة بالأوامر وحاجة زي هذين. أنا هنا شو ننصحكم؟ يعني عادة الشخصيات هذين نحاولوا نتباعدوا عليهن، بأن أنا ما نحبش الصحبهم أول حاجة، يعني مش هنحاول نتقرب منهم. وصارت معي التنمر حتى في العمل، فالشخصية هذه نحاول اني دائما اني نتجاهلها، بحيث انها سبحان الله اي شخصية منك حيجيك ويبدا يتكلم معك حنتحملي وبعدين يبدا المواجهة، وما فيش احسن من المواجهة. انا ديما نشوف الحوار والمواجهة هيك وبصدق، يعني يكون ما يكونش في خلافات، لكن تحسوا حتى ترتاح لما ترتاحوا لما الواحد يواجه في قلب زي ما يقول حاجة في قلبك اللي حسيتي منه انه هو تنمر عليك او كذا، وتجي في يوم هيك وتقول من الاخر واحد اثنين ثلاثة، هذا الوضع ما زي ما قال سميه، ايه الوضوح ديما، الوضوح دائما انا من حاجه كويسه مع اي يعني. شخص مش واضح فهمتي كيف؟ ولهذا يعني بالنسبه للتنمر ما تديروش كيفي، طبعا ديروا شخصيه متنمره بعدين ما عادش تعرفوا ترجعوا، لانه هو بس عباره عن حمايه، كيف لما اي حد يحس بالخطر يبدا انه هو يدافع عن نفسه. ولكن دائما المتنمر عنده اسباب، انا نشوف انه لازم حتى هو نعطوه العذر بالزبط. ولكن هي صفه مش حلوه. طيب اكيد في احد انواع التنمر ولا اوجه التنمر اللي هو التنمر ضد المراه، يعني او ممارسه العنف ضد المراه، هل تعتقدوا انه هو فعلا نوع من انواع التنمر ولا تقدروا توصفوا انه المراه لما تكون مضطهده وتكون يمارس عليها في العنف؟ طبعا اكيد نوع من، بس واشد من التنمر هذا يعني هي ايوه بالضبط فتنه التنمر هنا، يعني بدا حتى في يعني زي ما يقولوا خلل نفسي يعاقب عليه حتى القانون هنا يعني اصبحت تقدروا تقولوا هيك. مثلا خلونا اكيد في الشارع يحكي عليه، الشارع الليبي يحكي عليه التنمر، نزلنا وحكينا مع الناس على العنف ضد المراه، خلونا نشوفوا راي الناس ونرجع مره ثانيه. في
مجتمعنا ما يعني ما كانش فيه العنف، يعني المرأة كانت عندها لها 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 قيمة، لكن في الوقت الحالي في بعض الأسر تلقى فيه يقول لك والله عنف ضد المرأة، ان هي مثلا ما فيش ما تحترم لا من جانب الأسري في بيتها، سواء مثلا اهلها، الاخ، مجرد حتى الاخ ما هوش أكبر منها سنا ولكن ولد في العائلة، معناتها بيتحكم فيها، تحكم في تصرفاتها، في طلعاتها، في دخلاتها، يعني هنا ممكن توصل لبعض الأحيان لحتى للضرب، يعني ما فيش لغة، ما عندناش، معدومة عندنا لغة الحوار في المجتمع، في الأسرة الواحدة. والله فترة الأخيرة موجود في بعض المشاكل، موجود فيها أن فيه عنف في المعاملة، ضرب النساء وحاجة شكل هذه الموجودة الفترة الأخيرة دي. يوجد عنف ضد المرأة في مجتمعنا. مجتمعنا الحمد لله هو وصل لمرحلة لا بأس بها في انفتاح المرأة. العنف ضد المرأة في مجتمعنا ينبع من المرأة في حد ذاتها، يعني الأم تربت على أشياء معينة، قيم معينة ورثتها لابنها، إنك أنت خواتك لازم تضغط علينا شوية، أنا مراتي فلتم مني. المرأة تحسس بأن المرأة يجب أن تبقى في البيت، يجب أن تظهر من النافذة، يعني النافذة الضوء في المجتمع، يجب أن تبقى كما هي، عبارة عن مطبخ تنظف تكنس. هذه وجهة نظر المرأة في المرأة، هنا تورثها للرجل. بالنسبة للعنف ضد المرأة ممكن يكون فيه في المدن الكبيرة، لكن ممكن يكون فيه بظاهرة الشباب من قصة المعيشة، يخش على حبوب ويخش على المشاكل، فتبقى فيه قصة العنف ضد الضرب والكذا والحاجات الثانية في المدن الكبيرة. لكن بالنسبة للوحات الحمد لله، ليش؟ لأن الناس تعرف بعضها، يعني ممكن تصير لي مشكلة مع جوزتي وكذا نعدي لها بدل ما نضربها ونديرها ونعنفها، يعني هذا اللي مسهل الأمر عندنا بالنسبة للوحات. لكن في المدن الكبيرة ممكن يكون فيه أكيد، يعني ونحن ما نسمعوش به، ممكن تشوف على التواصل الاجتماعي، ممكن تشوفها في التلفزيون بعض الحالات. يعني في ليبيا ما نكونش ممكن زي المدن مثلا زي الدول الثانية، لأن احنا في ليبيا عندنا مجتمعنا مجتمع نعرفه بعضنا ومجتمع قبائلي، يعني ما اعتقدش يكون فيه المشاكل اللي تحصل بالناس معوبين مثلا في الدول الثانية. العنف ضد المرأة ما اعتقدش يكون فيه أكثر يعني من الدول الثانية. والله شوف، التعنيف أنواع، ففي أنواع سائدة بطريقة مزعجة في المجتمع، زي ما نقول مثلا زي التعنيف اللغوي، يعني مثلا انا كطالبه جامعيه، انا خارجه باش نقرا، عادي احتمال اني نكون طالعه من محاضرتي بنمشي الكافتيريا بنخطم نبدا خاطبه جنب جروب اولاد، نقعد نسمع في الفاظ سيئه، هذا يعتبر نوع من انواع التعنيف، لاني انا مش مضطره وغلط وغير صحيح اني نسمع الفاظ زي هذه. مفروض مثلا الالفاظ هذه بين الشباب في بعضهم تمام، لكن يبدا على درايه ان المفروض لما يخطم في الشارع ما يقولش الالفاظ هذه، هذا يعتبر تعنيف لغوي. في نوع مثلا تعنيف معنوي، التعنيف المعنوي هذا اللي هو يندرج وراء خطاب الكراهية، يعني بمعنى شين؟ يعني أنا مثلا نبدأ خاطمة يبدأ في حد يستهزأ بي أو يتسهك على شكلي، إشي خشمك، إشي طولك، إشي قصرك، يعني هو نوعا ما يأثر في نفسية الإنسان، فيعتبر نوع من أنواع التعنيف، فهذا برضو تعنيف معنوي. في طبعا من غير التعنيف الجسدي اللي يتعرضوا له، ممكن مش سائد بكثره في العصر هذا، لكن يعني ما نختلفوش انه هو قاعد موجود وبكثره، اللي هو مثلا ان اخوه عادي يمد ايده على اخته، يضرب كف، يعطي طريحه عادي زي صباح الخير، مش مشكله، هذا منتشر في هالبعائلات، يعني مش حتى الزوج، في ياما ازواج يضربوا في زوجاتهم بطريقه وحشيه، يعني هو ممكن يكون موجود لكن مش بكثره زي باقي انواع التعنيف اللغوي والمعنوي. بلا شك لا يخلو مجتمعنا يعني كالمجتمعات العربيه عموما من التعنيف ضد المراه، سواء كان تعنيف بدني مادي او تعنيف معنوي. التعنيف المعنوي بدا يتضاءل في الفتره الاخيره، لكن التعنيف المعنوي اللي هي السلطه الادبيه والمعنويه التي يمارسها سواء الاقربون او المحيطين بالمراه. مشاهدينا، ورجعنا بعد هذا الاستطلاع، كيف ما شفنا الصبايا، شفنا اراء الشارع الليبي، ان قالوا على التعنيف، يعني انا حبيت الاراء والاستطلاع لانه في كميه من الوعي والادراك شنو هو التعنيف ضد المراه، وكيف ما شفنا ان عارفين انه هو انواع وان في اشكال للتعنيف، معنوي، جسدي، لفظي، مضايقات. لكن احنا شفنا حتى فيديوهات انتشر مؤخرا وهو في تعنيف المراه، يعني شفنا في فيديوهات للاسف ان المراه كيف انها تحاول انها تستنجد او انها تطالب ان حد ينجدها من هذا التعنيف.
التعنيف في رأي صبايا يعني في التعنيف اللي بالقوة اللي هو يعني بتسليط قوة مثلا بالتهديد تحت التهديد اللي مثلا عن طريق فيديوهات او واحد يمسك صور يبدا يهدد فيهن او حاجات زي هذين. السوشيال ميديا ماش خلت فيه قطاع لحد، وفي حتى ممكن مفبركه يعني ما تكونش يكون الفيديو فيه صحه او هو حقيقي. لكن دائما من هو الضعف يجي؟ المراه هي اللي دائما يمارس عليها هذا العنف جسدي لفظي مضايقات معاكسات يعني من تنمر اللي هو للعنف. العنف اصبح ماش له حدود وما في شيء يردع الا شنو بنات القانون مغربه يعني ممكن انت تربي في بيتك بيت تطلع برا لك ما تقدرش تمسكي حد يمارس عليك هذا العنف. احنا لاحظي ان الفتره اللي فاتت صار في انتشار زي ما قلتي انت فيديوهات لبنات صغار في العمر يعني مش كبار يعني لا يتجاوز 30 اعتقد، والمشترك بيناتهم ان هم ما كانوش من مدن كبيره في ليبيا، كانوا من المدن الصغيره اللي اكثر محافظه واكثر يعني تماسكا بالتقاليد الليبيه. يعني عارفين حتى يعني ممكن من هي ومن هو يعني بالضبط، يعرفوا عائلتهم يعرفوا ناسهم. البنات هم اخذوا الخطوه هي واصبحوا ترند ومشهورات في ليبيا غاديكا وداروا لهم حتى هاشتاج، ان فكره ان البنت الليبيه الصغيره في العمر اللي في مدينة صغيرة مش مدينة كبيرة والتقاليد فيها متمسكة تنوض وتاخذ قرار واعي ان هي تتكلم على عائلتها وتطلع هالقصة هذه بتاعتها ان انا تعرض للتعنيف او التحرش او الضرب من قبل عائلتي وتطلعها على الشاشة او تطلعها على وسائل التواصل الاجتماعي. انتم فاهمين ان هي كي يعني حتى تروحها في خط النار يعني طبعا احنا بالضبط نحن مجتمع يعني كيف تقولي تحكمنا العادات حتى في استطلاع الرأي يعني في حتى ناس لما يسألوهم على زي ما شفنا في الاستطلاع كلهم يقولوا لا احنا لأن ليبيا مجتمع مختلف ومجتمع محافظ فالحالات بالضبط أنا لا الحالات هذه ما تصيرش في ليبيا ممكن تصير في بلدان أخرى يعني بس هذا مش مزبوط يعني. والأكثر إفاجأ ان ردود الفعل على السوشيال ميديا كانت يعني مش عارفه صبايا لو توافقوني ردود الفعل كان فيه هجوم على البنات نفسهم انك كيف تتكلمي وكيف تعبر وكيف تقول هيك وهذه شنو تبي في الاخير وانت بتوصل لا مش حتى هيك بس في حتى لما تنشر فيديوهات لو انتم ملاحظين كان اغلب التعليقات مثلا تستاهلها من قال لها ممكن تكون هي غلطانه في اشياء معينه مش قادره نقول انها هي كويسة أو ممكن في أخطاء يعني ممكن تصير في سن المراهقة ممكن تصير بالظروف العائلية والبيئة اللي هي موجودة فيها ولكن كان كل الهجوم به ومثلا والرجل اللي هو عنف واللي هو استغل واللي هو ممكن دار كل شيء باش إنه هو يجيب يعني كيف الفريسة يجيبها لعنده ويبدأ يشهر بها أو يبدأ يستغل فيها أو يبدأ حتى يعنف فيها هنا ما فيش ولا كلمة صح. عليه وهنا هذا علاش نقول لك القانون هو الشيء الوحيد لو تفاعل حتكون المرأة في امان بالضبط. لا شوفي انا نقول لك حاجه ان انا اعتقد ان الفيديوهات هما زي العمليه الانتحاريه للبنت يعني هذه اخر خطوه ممكن تاخذها واعتقد ان يعني حتى ما فيش حاله طلعت على التلفزيون او طلعت على الفيس ودارت فيديو اعتقد ان هي كانت الغلط منها هي او هي اللي مخطئه بس كانت خلاص بيع الموضوع هي وقت قرار انها يعني لازم كل شيء لان في طرق ثانيه تقدر تديرهم ان مثلا مثلا تقدر ان هي شنو تدير تهرب تقدر تاخذ مجال ثاني تقدر يعني في هلبة طرق ان هي تقدر تديرهم غير ان هي تحط قضيتها على الفيس وللعامه يعني اعتقد ان هي وصلت لحدها خلاص اعتقد ان هي خلاص بايعتها زي ما قلتوا انتم تستنجد بالمنظمات والتعليقات كانت غريبه فعلا يعني الهجوم اللي كان صاير على البنات هذوما علاش يعني حطوا نفسكم في مكانهم. هي نسرين تدوي على نوع من الفيديوهات اللي كيف هذينا وانا ندوي على نوع الفيديوهات اللي شفنا ان هي انتشرت او صور مش فيديوهات صور ان رجل يقوم بنشر صورات يعني تحت التهديد لمراه ففي الاخير بكل كله تعنيف وتعنيف نفسي وجسدي بالضبط ولكن كل واحد له شكل من الاشكال وان شاء الله ربي يحفظ الجميع وان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله. هنمشوا مشاهدينا لفاصل ونرجع من بعد الفاصل نكمل بقية فقرات حلقتنا لليوم من برنامج نسوة دوت كوم خليكم معنا.
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل وحنمشي مع بعض لفقرة بداية، هذه الفقرة المعنية بنساء المشاريع الصغرى، واليوم حنتكلموا عن مركز جلول، وحتكون معنا ضيفتنا دكتورة أسماء جلول. بس قبل ما ناخدوا الدكتورة معنا في اتصال هاتفي حنمشي نشوفوا فيديو قصير ونرجع من بعدها. مشاهدينا، وبعد ما شفنا هذا الفيديو القصير على مركز جلول معانا في اتصال دكتورة أسماء جلول. مرحبا بك دكتورة. أسعد الله مساءكن جميعا سيداتي الكرام وكل المستمعين الكرام. مرحبا بك دكتورة معانا في برنامج نسوة دوت كوم. أول سؤال نحب نقوله لك، كيف جت فكرة مركز جلول للتنمية المرأة؟ فكرة مركز جلول كانت وليدة معي من سنة 2005. قبل ما نكون مديرة مركز جلول في الأصل أنا كنت teaching biochemistry، يعني كنت أدرس في مادة اسمها الكيمياء الحيوية لطالبات الطب. في الفترة اللي احتكيت بها بطالبات الطب حسيت إن في جزء سواء كان في الإتيكيت، في التعاملات، في تربية أو توسيع الآفاق، يعني هذه كلها الأمور ما كانتش موجودة عندهم بسبب محدودية طرق التعليم اللي كانت موجودة في السنوات في الألفينات أو بداية الألفينات. يعني جاست تلقي أما المدرسة يا أما الثانويات يا أما الجامعات والمعاهد العليا، أما برامج معينة تقوم بتطوير المرأة من ناحية مهارات اليدوية أو الحياتية فكان الموضوع مش موجود، وكان في تعطش غريب يعني لدرجة أن طالباتي كانوا العشرة أو الربع ساعة الأخيرة من المحاضرة يطلبوا مني في برامج تنموية، وكنت فعلاً أنا من الصغر محب المجال، هو يعني كانت ميولي أدبية وقارئة ولحد الآن فيها الحمد لله الصفاية. ففكرة مركز جلول بالنسبة لي من سنة 2005 ل 2010 عبارة على حلم يراود فيها. تم تخطيط لمركز جلول من 2010 ل 2011. أقنعت والدي الشيخ محمود جلول ربي يحفظه لي، ومعي أخوي دكتور طه محمود جلول اللي كان شريكي في تنفيذ هذا الموضوع. تم تنفيذه يوم 3/11/2012، وتوى من 2012 ولي الوقت هذا وإحنا في مجهود للبقاء على أرض الواقع والتوسيع من أفاقنا بغرض أن إحنا نستقطب أكبر عدد ممكن من سيدات ليبيا أو المقيمات في ليبيا. باهي تمام. هل فيه يعني دكتورة شنية أحكينا عن المجالات يعني اللي تعلموا فيها أو المهارات اللي تعلموها للنساء؟ بالنسبة لمركز جلول إحنا لما بدينا سميناه الرائد الأول لتدريب المرأة والطفل في ليبيا، برغم أن الحمد لله في عدة مراكز خدوا نفس الخطوة وهذا حاجة حلوة هلبة، لكن الحمد لله قاعد مركز جلول يحتفظ أو له خصوصية الرائد الأول. مركز جلول عندها ثلاث فئات، فئة الأطفال اللي نحن نعلمه فيهم تنمية بشرية ولغات وكورسات منهجية،
فئة المراهقات مسلطين عليها الضوء بعدة برامج، مثلا عندنا برنامج صيفي وفي العطلات اسمه نادي صبايا جلول. النادي هذا تلقيه خليط من المحاضرات الدينية، محاضرات الإتيكيت، محاضرات الطبية، لأن هم في مرحلة يعني من مرحلة الطفولة لمرحلة التينيجرز وهو المراهقة، فلازم تعرف شنو التغييرات اللي بتصير، خصوصا إن في جاب أحيانا يعني في بعض الأمهات تلقيهم يتعاملوا مع المراهقات بشوية خجل. لما تكون في دكتورة تنبههم للتغييرات الهرمونية يبدأ الموضوع مازال ألطف. في كورسات مثلا لتنمية مواهبهم زي كورسات الكروشيه، تريكو، الأشغال اليدوية، تغليف الهدايا أصبحت يعني سرعة حلوة وموضة حلوة في الفيسبوك في الفترة هذه، طبعا بالإضافة إلى كورسات تنمية بشرية. أما بالنسبة للسيدات وهذا الأهم، في عنا نوعين من أو قسمين. القسم الأول خاص بالكورسات التعليمية، فيها كورسات تشمل التنمية البشرية، والتنمية البشرية يا أما تكون على هيئة محاضرات صالونات ثقافية أو محاضرات مثلا يعني موضوع معين يتم التطرق له خلال محاضرة واحدة، يا أما تكون عن طريق وركشوب تستمر من 3 إلى أسبوع. طبعا اللغات وبالإضافة إلى كورسات الكمبيوتر والإنترنت وما يتبعها يعني من فوتوشوب وريبورتاج وكذا. أما بالنسبة للقسم اللي هو يعتبر أهم في الفترة هذه هو الكورسات التدريبية أو المهارات الحياتية، متفرع جدا، كورسات الطبخ يعني بجميع أقسامه، كورسات الخياطة وتصميم الأزياء والأشغال اليدوية والتريكو، في قسم اللي هو خاص بالتجميل، وهو قسم تمريض مساعد خدام الاعتماد تحت رقم قرار 132، وبالإضافة إلى قسم نواعم جلود يعني. طيب. هذا مهتم بالبشرة والتخسيس، وعندنا صالة رياضة فرغوا فيها في طاقتنا أحيانا. طيب دكتورة، شنو هي الصعوبات اللي تواجه فيكم؟ والله في عندنا نوعين من الصعوبات. الصعوبات الأولى تقريبا يعاني منها أي مشروع حاليا تجاري، اللي هي السيولة، الأمن، خصوصا نحن زبايننا سيدات فقط، فأي حاجة أو أي اضطراب أمني يعني يقل الحضور أو يقل يعني التواجد في المركز. والنوع الثاني الثقافة. الثقافة أحيانا يعني نعانوا من شوية مشاكل، لكن الحمد لله خبرة 9 سنوات خلتنا نقدر نتعامل تقريبا مع جميع الفئات. جميل يعني جميل. بيديها نعلموها، نحاول نتعامل معها. إيه؟ دكتورة حابة نسألك، شو الحاجة الجديدة اللي ممكن بيضيفها مركز جلول، أو أشياء يعني حتى تتبنوها جديدة في المركز أو تكون نشاط جديد؟ والله النشاطات، نشاط مركز جلول حاليا تيم جلول كامل اللي هو حوالي 50 تقريبا ما بين الإدارة والريسبشنست وكذا، نجهزه لبرنامج اسمه مع لتطويرها. طبعا البرنامج هذا مش خاص بجلول فقط، مشاركين فيه أكثر من مؤسسة، مؤسسات مجتمع مدني، جمعيات خيرية، أماكن عامة. الغرض منا إن إحنا نستقطب سيدات ذوي الدخل المحدود فرصة إن هي تنضم للمركز بتخفيضات من 50% لـ70%. يعني من منبركم الموقر اسمحوا لي إني أنا ندعو كل السيدات اللي عندها رغبة إن هي تطور نفسها أو تكتسب مهارة في ايديها، تدخل لسوق الإنتاج وعندها مشكلة مادية تقدم للمركز، ناخذ اسمها وشين البرنامج اللي هي حابة تنضم له وتبدأ معنا في شهر ديسمبر. برامج مفتوحة وعروض مفتوحة لكل الأذواق إن شاء الله. المهم إنها هي تطور من نفسها. دكتورة بس حابة نسألك سؤال ثاني، أنتوا كل يعني مثلا اللي تاخذوا أي واحد عنده رغبة هل تتابعوا فيه بعد، أنت بما أن هي الفقرة بدايات فأنتوا فعلا يتمثلوا حاجة، هذه الفقرة بتاعتنا اللي في النسوة بدايات، هل هو لما تشوفوها مثلا تبدأ بعدين تبدأوا يعني تتابعوها تسألوا عليها وين وصلت، هل مشروعها نجح كيف كان يعني؟ طبعا أستاذتي، هو في عندنا برنامج لما نقدمه في أي عرض خصوصا للوزارات يطلبوا في ملف اسمه الفيدباك. الفيدباك فكرته أن أي سيدة أو أي متدربة خرجت من المركز بوين التحقت وشن الإنجاز اللي حققاته، فعندنا داتا لباس بها نجمعوا فيها كل 3 شهور، نتواصل مع المدربات حتى لفتحة صفحة على الفيسبوك، يعني إحنا نعتبروا فيها المشاريع الأقل من الصغرى. وفي عندي برامج تانية اللي هو البازارات، يعني توا يوم 16/11 إن شاء الله نم دايرة بازار، وفي نفس الوقت مدايرين مسابقة لأحسن فستان يعني تم حياكته في يعني لمتدربات مركز جلول، بنشجعوها إن هي تاخذ مثلا كورس مجاني في تصميم الأزياء وهيك تصبح متكاملة. والأهم من هذا كله اللي هو التوصيل والتشابك، يعني على سبيل المثال
في عدة مصانع للخياطة أو مراكز تجميل يتواصلوا معي في المركز يقولوا لي إحنا مثلا في حاجة إلى عاملات، نحاولوا إن إحنا نوصلوا بعاملات تبعا للموقع الجغرافي، وهذه من الداتا الجديدة اللي بدنا نطلبوا فيها للمشتركات. حلو حلو، شكرا لك دكتورة أسماء، يعني الهواء لك، لو حابة تضيفي أي شيء لكل السيدات اللي قاعدات توا يتابعوا فيك عبر قناة دبليو تي في. والله بداية نشكركم هلبة هلبة يعني على إتاحة الفرصة لنا، لأن فعلا أحيانا لما نتعب ونتمنى أن حد يدعمنا، وهذه بادرة حلوة هلبة من حضراتكم ومش غريبة عليكم، وربي يحفظكم ويوفقكم. والموضوع الثاني، أنا في كل مرة معاهدة نفسي لي أن نحصل صوت نخاطب به المرأة اللي بيا. يا سيدة العزيزة الطوري، طوري على خاطر صغارك، والتطور هنا يشمل أن هي تنمي من شخصيتها، تقرأ، تتدرب، تنتج. سيدات ذوي الدخل المحدود اللي هم تعودوا على التبرعات، لا، لازم تحاول أن هي تكتسب مهارة في ديها. المراكز بسم الله ما شاء الله أصبحت يعني متوسعة واسعة الانتشار في ليبيا، وبالطريقة هذه تصبح سيدة في بيتها من اللي تنجب الطفل لين تزوجها، لأن عندها توافق فكري معه، لأن هي قاعدة تقرأ وتطور من نفسها على خاطره. وشكرا مرة ثانية، وسامحوني إن أطلت الحديث. العفو عفو، شكرا لك. فعلا يعني كلامها ورسالتها الأخيرة هذه بروحها تكفي، هذه تلخص فقرة بدايات. بس خلونا نكملوا فقراتنا الجاية، فاصل ونرجع. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل إلى فقرة الصحة، واليوم حنتكلم عن أهمية متابعة الحمل، ومعنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع دكتورة دعاء الشاذلي. مرحبتين بك دكتورة. أهلا بك، نور بك ربنا. نورتين. مرحبتين بك دكتورة. دكتورة، نبي نسألك، من أمتى تبدأ الحامل تتابع حملها؟ صح أنها تتابع الحمل من قبل ما تبقى حامل، ان احنا في فيتامينات معينه المفروض بتاخدها عشان تجهز جسمها للحمل، ولو عندها اي مشكله صحيه تتعالج قبل ما تبقى حامل، زي مرض السكر مثلا لازم يبقى سكرها مظبوط 3 شهور قبل ما تبقى حامل، مش بس تتظبط السكر من بعد ما تحمل، لا، 3 ده يتفادى ان يحصل اي تشوه للجنين من يعني من مرض السكر اللي عندها. وطبعا المفروض انها تتابع من قبل ما تبقى حامل. وهل في انواع فيتامينات معينه لازم تاخذهم الحامل؟ ما كل فتره معينه في الحمل ليها فيتاميناتها المعينه، اللي هي الفتره اللي قبل ما تبقى حامل والمده 3 شهور بعد الحمل، فوليك اسيد، حمض الفوليك، مهم جدا الفتره دي، بيقي من تشوهات الخلقيه للجنين حتى تجهيزا قبل الحمل. تجهيزا قبل الحمل، اي عروسه بتكتب لها فوليك اسيد لو هي بتفكر في حمل على طول لازم تاخد فوليك اسيد، بس التركيزات مختلفه، فاحنا لازم كل حاله تاخد الجرعه المناسبه ليها. مثلا شنو هي التشوهات الخلقيه اللي ممكن الواحد يتفاداها اثناء يعني متابعه الحمل المتكرره او من البدايه الصحيحه؟ خلينا نقوله شنو هي التشوهات الخلقيه اللي ممكن المراه تتفاداها؟ طبعا في حاجات ده كتير اللي تكلمي، السؤال ده مفتوح لحاجات كتيره. يعني لو هي واحده عندها سكر ليها تشوهات، ليها الحاجات، لو سكرها مش مظبوط ليها الحاجات الميجر اللي بتحصل لمرض السكر. في الواحده عاديه بيبقى في زي الداون سندروم، في ترايزومي، في امراض كتير جدا. انا لما اكتشف المشكله من الاول على الاقل اعرف اتعامل معاها. يعني لما بيبقى في مشكله بتبقى متابعه مع دكتور قلب، اول ما البيبي يتولد هنزل انا خلاص انا عارفه الدكتور البيبي عنده مشكله الفلانيه هيتعالج عند الدكتور الفلاني، هنعمل عمليه، تبدا مهيئه. يعني شوف، او لو في حاجه ممكن تتفاداها اصلا انها تحصل من الاول. ما انا لو مظبطه سكر ومظبطه الانيميا ومظبطه الضغط، اعتقد ان شاء الله ما يبقاش فيه تشوهات. يعني هي دي بقى متابعه، اهميه المتابعه، ان انا ما فلانه قالت لي، جارتي قالت لي، صاحبتي قالت لي، الكلام ده مش صح. لازم كل حاله مختلفه، الام الواحده يعني نفس الست بتختلف من طفل لطفل، من حمل لحمل، في بيبقى توأم وطفل سليم وطفل فيه مشكله، توأم، مش واحد واخوه، توأم. فيا رب الثقافه دي بس تزيد، لان الناس فاكرين ان الحمل ده مجرد جنين بيكبر جوه البطن وخلاص، يجي وقت الولاده تولد وخلصنا، مش لازم اتابع. يعني شنو انواع من التحاليل اللي ممكن انت تعرفي بيهم ان الجنين يعاني من تشوه خلقي او في شيء معين انه يعاني؟ هل يبان بس
من الصوره او الجهاز او في تحاليل معينه انتم تعرفوا ان الجنين مشوه او في طبعا بالسونار بال4 دي دلوقتي دوت وال5 دي والحاجات دي بتبين البيبي كانك قاعده معاه وشايفه كل حتى اجزائه الداخليه القلب والرئه والكليه كل اجزائه كل حاجه من جوه انت بتشوفيه حته حته وطبعا ده بيساعدنا جدا في حاجات بقى اللي بنشك فيها بنعمل لها تحاليل طبعا بتتسحب لان هي الواصله ما بين الام والجنين اللي هي اسمها المشيمه بالظبط دي بتنقل حاجات من الجنين للام ومن الام للجنين ففي حاجات كتير جدا احنا ممكن نعملها من بس صح نسحب عينه من الام وفي امراض بنحتاج ان احنا ناخد عينه من سائل الامينوسي اللي حوالين البيبي ده فيعني دي حاجات بقى غويطه قوي لحاجات معينه مش كل الحالات طبعا بنحتاج كده يعني ربنا كريم وربنا الحافظ المتابعات غالبا بتبقى كلها متابعات كويسه وحلوه ونتفادى المشاكل من قبل ما تحصل يعني. طيب في ثقافه عند بعض الامهات تقول مثلا يعني نقدر ندير سكيب او نفوت الموعد الاول والثاني والثالث ونجي على الموعد فقط اللي نبي نعرف به مثلا جنس البيبي كان ولد ولا بنت، قديش هذا خطير جدا على انه يعني انت هيك يعني فوتي الشهور الاولى هذه، فقديش يعني تقدري تقولي لامهاتنا هذا خطير مش طبعا. لعبه الشهور الاولى بالذات. طبعا انا بقول لك يعني في ناس بيجي لها سكر وضغط في الحمل بس هي مش مريضه ضغط مش مريضه سكر بس مع الحمل بيبتدي يظهر السكر، مع الحمل بيبتدي يظهر الضغط، انت تعرفي منين انت مريضه سكر او الحمل جاب لك سكر ولا ضغط منين الا لما بتروحي تتابعي ما هي المتابعه دي انا بقيس لك سكر وبقيس لك ضغط وممكن يجد يثبت بعد الولاده الضغط والسكر امتى تعرفوا انه هو دائم او هو قعد من بعد الحمل نقدر نقيسه بعد الولاده بثلاث اسابيع لازم يتقاس كان سكر او ضغط بس غالبا الستات اللي بتبقى عندها سكر وضغط غالبا بيتكرر مع كل حمل السكر او الضغط وبتبقى عرضه لاي ستريس انه يظهر يعني هي بتبقى يعني الحمل بيبقى وقت هي ضعيفه يعني او الاميونيتي بتاعتها مش قويه فبيبتدي يظهر نقط ضعف اللي عندها فلو هي في الحمل ابتدى يظهر لها سكر يبقى هي في اي ستريس هيظهر لها سكر تاني ستريس حتى في حياتها اليوميه بعد الحمل بعد الولاده وهل يستقر يعني وممكن في ناس بتفضل عليه يعني بتفضل على دواء على طول ما انا بقول لك بيقعد نقيسه ثلاث اسابيع بعد الولاده يا اما تفضل ماشيه على دواء على طول يا اما بيختفي بس بنقول لها خلي بالك انت كده عرضه لا ستريس ولا شد عصبي وخلي بالك من اكلك خلي العب رياضه يعني متابعه مستمره كل 6 شهور تروحي تحللي كده يعني بتبقى عرضه للموضوع غير الناس اللي دخلت الحمل وخرجت منه من غير ما يجيلها سكر ولا ضغط اعتقد ان في حتى بعض الامراض الخاصه بالكبد يعني ممكن ان يعني ينشط في هذاك الوقت بتاع الولاده هل هذا صحيح ولا مجرد الحمل قصدك في الحمل اي الحمل طبعا في حاجات وفي حاجات ممنوعه انها تحمل اصلا في امراض في الكبد ممنوع ان الست تحمل منها اصلا يعني يعني هيبقى لود زياده على الكبد فبنقول لها يفضل لو هي عندها طفل وطفلين نقول لها يفضل الاستكفاء بكده يعني لو ما عندهاش بقى بنحاول طبعا تحمل وتبقى متابعه دقيقه ومستمره وتحاليل لغايه ما ربنا بيكرمها ان شاء الله بطفل يعني يعني فيش حد ما اقدرش يعني ما في يعني صعب قوي ان تيجي حاله الا لو حاله مرضيه صعب قوي اقول لها لا ما تحمليش خالص انت عندك مشكله كبيره احرمها خالص من نعمه الامومه دي صعب يعني دكتوره لو نقول المراه بكم تقدر انها هي تحمل السن اللي هي الامنه اللي هي ممكن اول بلوغ المراه الى سن امتى تكون فيها الخطر انه ممكن يكون الجنين حيصاب بالتشوه اكثر او يكون يجيب هو مش بس السن مش بس الجنين اللي بيصاب بالخطر هي الام كمان صحتها بتبقى مستحمل او ما تستحملش الكلام ده بصي هو يعني الكتاب بيقول حاجه والواقع بيقول حاجه ثانيه يعني هو الكتاب بيقول ان بعد ال 35 الحمل بيبقى صعب الواقعنا حاليا احنا الجواز اصلا بيبقى بعد ال 35 بالظبط من 30 وانت طالع يعني هو ده هما ده الرينج الجواز وبعد 35 ده يعني انا عندي كل 3 ارباع اللي بيتابعوا معايا عندهم حاجه 30 35 36 وفي 40 و42 والحمد لله الدنيا كويس يعني مش صعب هي العلم بيقول ان بعد ال 35 فرصه الام نفسيا يعني صحيا تبقى اضعف وان البيبي يبقى فيه تشوهات وخصوصا بقى لو الام عندها سكر عندها ضغط عندها اي مشاكل عندها حاجه في الكبد عندها حاجه في القلب عندها اي حاجه تانية عليها يعني حمل عليها غير الحمل فبيبقى صعب ان احنا تحمل في سن كبير لكن لو هي هيلثي وكويسه وحلوه انا عندي عيان على 43 سنه ومتابعين حمله ده البيبي الثالث وما كانتش مخططه له هي كان بقى لها فتره ما بتحملش وجي كده يعني وعايز اقول لك فرحانه بيه كانه اول بيبي يجي لها
بتيجي هي وجوزها كانهم يعني اول حمل ليهم. انا مبسوطه جدا بيسترجعوا الذكريات. ايوه تحس ان هم بيفرحوا وفرحانين لما عرفوا ولد ولا بنت وفرحانين في كل خطوه. اول ما حست بيه فرحانه يعني مش حاسه ان هو عبء عليها جالها في وقت مثلا هي مش مستعده له. لا بس دايما نسمع ان المراه مع ال 45 صعب انها يكون فيها الحمل. هي يعني بعد 45 الفيرتيليتي بتاعتها بتقل. يعني دي نقطه ثانيه. ده الخصوبه بتاعت الانثى بتقل. فدي نقطه ثانيه مش بقى ان هو يحصل تشوه ولا لا, هو الخصوبه بتاعتها بتقل. فممكن يكون يجي الجنين هل هو معرض اكتر للتشوه؟ لا مش هيحصل حمل اصلا, خصوبه هتقل. يعني الكواليتي بتاعت البويضه بقت اقل. مش هي دي البويضه الحلوه اللي ينتج عنها هيلثي بريجننسي او حمل سليم. طيب هل يفرق المتابعه بين اول حمل او حمل متكرر يعني عند الام؟ هو في ناس بيبقوا الحمل بالنسبه لهم ده خلاص انا حملت مره وخلاص وعرفت الدنيا, ما عرفت اول 3 شهور فوليك اسيد, بعد 3 شهور بناخد حديد وكالسيوم خلاص انا همانج نفسي بقى واروح للدكتور على الولاده. لا طبعا, زي ما قلت لك كل حمل مختلف عن حمل اللي قبله والحمل اللي بعده. كل حاجه ليها ظروفها. ممكن انا قلت ان السكر والضغط بيتكرروا مع يعني وارد انه يحصل مع الحمل اللي بعده, بس وارد يظهر مع حمل الثاني وما يكونش ظهر في حمل الاولاني. يعني ممكن ربنا كرمك في اول مره ما ظهرش سكر او ضغط او قلب او اي مشكله وتبتدي يظهر في الحمل الثاني. فانا لازم كل حمل اتابعه من الاول. مفيش حاجه اسمها انا حامل المره الثالثه وخلاص بقى وعرفت الدنيا فيها ايه وهعرف انا اظبط نفسي واروح على الولاده. لا طبعا, ممكن تكتشفي حاجه كبيره جدا قبل الولاده ما تعرفيش لو كنت اكتشفتيها زمان تعرفي تتصرفي, تاخدي علاج, تظبطي الدنيا, نعمل في تدخلات كتيره جدا. العلم كل يوم في حاجه جديده يتطور طبعا. لو قلنا تو بدأ يطلع حتى العلم, مش يعني الزمن ما كانش واعي أكثر عند المرأة أو تحديد الجنين ذكر ولا أنثى من طريقة الأكل والمتابعة. فممكن تجيك حالة مثلا تقول لك أنا عندي أولاد نفسي في بنت أو عندي بنات نفسي. لا, وطالع بقى موضة دلوقتي اللي هو الأكل كمان. تقول لك أنا قريت إن مش عارفة لو أكلت إيه وإيه وإيه بيطلع البيبي هيطلع كده. البيبي ولد لو أنا حصل المالح العلاقة يوم الكذا من التبويض هيحصل البيبي ولد. لو كل الحاجات دي مش علم, مش مفيش يعني ايفيدنس بيز نزل عليه, مفيش دليل علمي طبي. او طبي نزل عليه. كل دي اجتهادات. يعني بيقولوا ان انت حضرتك عارفه طبعا ان الكروموزومات بتاعه الست هي الاكس اكس والبتاع الولد بتاع الراجل اكس واي. فيقول لك ان الاكس بتاعت الواي بتاعت الراجل الحمله للشحنه السالبه, لو اديتيها مش عارفه مالح هيحصل حمل في للبنت, لو اديتيها كالسيوم في زي اللبن والحاجات اللي فيها كالسيوم هيحصل حمل في ولد. حاجات كلها تكهنات ولا تمت للعلم بصله. بس انا اللي بتيجي تقولي كده اقول لها جربي, والله جربي ولو نفعت قولي لي. يعني هو الحاجه الوحيده اللي صح اللي هي اختيار نوع الجنين عن طريق التلقيح الصناعي. هذه ممكن هي دي ممكنه طبعا. ده دي بتتعمل دي عادي, دي بتتعمل عادي. وهي دي اللي انا الطريقه الوحيده اللي اقول 100% هي اولا اتعملت اصلا علشان في امراض وراثيه بتتورث يا اما للجيل الانثى او جيل للذكر. يعني مثلا في مرض وراثي متشال على الهرمون الذكري بالظبط, فالست دي لو حملت في ولد على طول هيجي له المرض ده. ومرض مش كويس, ضمور في العضلات, يحاولوا ان يتجنبوه مثلا. فهما الموضوع ده الناس يعني تعبت واكتشفته وعملته علشان نفادي الستات ان لو هي عندها مشكله هتتورث للبنات انها تجيب بنات, عندها مشكله هتتورث للولاد انها تجيب ولاد, عشان مش كل مره تحمل وتسقط او ما يكونش نفس. فالناس بقى احنا استخدمناها في ان انا عندي ولاد عايزه اجيب بنت, انا عندي بنات عايزه اجيب ولد, ويختاروا استخدمناها في الدلع شويه. العلم اتطور كيف ما حكينا يعني دكتوره, بس هو حتى في العلم اللي نسمعه به ممكن ما يكونش منتشر في الدول العربيه. يعني بالعاداتنا وتقاليدنا وبعرفنا وديننا, بس تجميد البويضه او يعني كيف ما تقول العلم قرينا قصص ونشحن, بس هل عندك فكره كيف يتم تجميدها؟ هي بيتم تجميدها في بنوك والحيوان المنوي بيتم في بنوك برضو. بنوك بتبقى محتفظين بيها في مرحله معينه من نموها, بحيث ان انا لما اخدها ارجعها تاني تكمل نموها ويحصل تلقيح طبيعي تاني مع يعني هو تجميد البويضه. مش برجعها كبويضه تاني للام,
تجميل البويضه بيحصل لها تلقيح صناعي بره، في رحم صناعي زمان. يعني احنا هنا بيحصل ايه؟ مش تجميد، احنا يعني تجميد لفتره صغيره، اللي الناس اللي بيحصل لها تلقيح صناعي. انا بديها 12 تبويض فبيطلع لي 4 5 6 7 بويضات، هسحب بويضه واحده بس حرام هضيع عليها الاربع خمسه التانيين ليه؟ فبسحبهم كلهم واحط لها يعني بعد ما يحصل تلقيح صناعي بره احط لها ارجع لها 2 جنين. يا اما الاثنين الجنين ربنا يكرمها ويكملوا، يا اما واحد يكمل والتاني لا، يا اما لا قدر الله الاثنين ينزلوا، فبيبقى عندي بدل ما ابتدي معاها تاني تنشيط تاني ومنشط تاني احط مجموعه اكتر، ابقى معايا بويضات استخدمها في الحقن تاني، ما ابتديش معاها منشط من اول وجديد. لكن اللي حضرتك قصدك عليه التجميد، انا ده اللي انا فهمته، ويا رب ما اكونش فهمت غلط، التجميد لفترات طويله. صح كده؟ لا ده مش موجود عندنا في مصر، اللي هو مثلا واحده ما اتجوزتش مثلا وخايفه انها تتجوز في سن متاخر فتجوز، لا ده مش عندنا. بس بره موجود، بره موجود، بره موجود كل حاجه، بره كمان في الدونيشن بتاع اليوترس الرحم. يعني ممكن بويضه بتاعت واحده وسبيرم بتاع وحيوان منوي بتاع حد تاني ويتحق ويحصل تلقيح صناعي ويتحطوا في رحم واحده ثالثه اصلا. الام الحامل والام اللي هي ولدت زي الام البديله تقريبا، زي حضانه في كده. انا نعرف حتى ممكن في ناس بيتولدوا من غير اجر، كان ناس بيتولدوا من غير رحم اصلا، يعني عندهم عيب خلقي ان هي الانثى دي مولوده من غير رحم، او عندها مشاكل في الرحم، او حصل لها حادثه وشالت الرحم، وتقدر يعني بيحصل اي سبب. فهو ده لقوا هم عندهم ده حل لان الست دي تبقى ام يعني. بس احنا كمجتمع اسلامي الموضوع ده لسه فيه اقاويل كتير، مش عارفين الصح ولا الغلط فيه ايه، يعني عشان نخوض في حاجات مش نعرف ندي فيها فتوى بصراحه. شكرا دكتوره، اسعدنا لقائك اليوم، وبصراحه استفدنا واجد منك، وكان كل سؤال يعني على قد ما سألنا على قد ما أعطيتينا الإجابة أكثر وبشكل واسع واستفدنا منها. شكرا لحضورك معنا اليوم، وإن شاء الله يعني نتلاقوا معك في حلقات قادمة إن شاء الله. مشاهدينا والآن نطلع فاصل ونرجع نكملوا معكم. من بعد الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا لاخر فقره من برنامج نسوه دوت كوم لليوم. مش حنحكوا لا عن صحه ولا عن جمال، حبينا اليوم ضيفتنا في هذه الفقره اللي حنخصصوها للشباب ولصوت الشباب، ونسمعوا منهم يعني البوادر المختلفه والغريبه ممكن على في مجتمعنا الليبي وداخل مدننا الليبيه. حنحكوا اليوم عن نساء بمهن غير تقليديه، يعني في بعض المهن تعودنا ان هي تكون للرجل بس. اليوم لضيفتنا حتحكي لنا على تجربتها وعلى فكرتها ومشروعها، معانا مياز الهاشمي. الو مساء الخير مياز. مساء النور، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيف حالكم انتم؟ الله يسلمك مياز. احنا في فقره اليوم حبينا ان تكوني معانا يعني من خلال فكرتك ومن خلال يعني شغلك على السوشيال ميديا. مياز يعني انت صغيره في العمر وبديتي بافكار بدايتها كانت على السوشيال ميديا، وبديتي تطبقي فيها على ارض الواقع، اللي هي كيف تعلمي النساء ان هم يصينوا تليفوناتهم بروحهم وتديريهم في ورش عمل باش يتعلموا كيف يتعاملوا مع اجهزتهم الالكترونيه. صحيح؟ فاحكي لنا عن التجربه هذه. اول حاجه انا سعيده جدا بمشاركتي معاكم اليوم. ثاني شيء، كيف جت فكره تيك جيرلز كلوب، اسم المشروع هيك اللي هو النادي التقني للبنات؟ جت الفكره من احتياج او مشكله في الواقع بتاعنا. يعني نقدر انا نلخصها لكم في 4 نقاط اساسيه. اول حاجه اللي لاحظتها انا خلال مسيرتي، خاصه ان تخصصي تقنيه معلومات، فاول حاجه الفجوه بين البنات والولاد في مجال التكنولوجيا تحديدا. الفجوه مش سببها ان البنت ما تقدرش تخش في المجال هذا، ولكن هو فكر عام، وزايد هيك ان حتى البنات ما عادش عندهم ثقه في نفسهم ان هم يكونوا في مجال التكنولوجيا او ان هي تنافس الولد في المجال هو، لانه بده حكر على الولاد. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ان حتى البنت لما تبي تتعلم وهي تحب المجال هو، ما تلقاش من وين تبدا او وين المكان اللي يقدر يبدا معاها ويساعدها توصل في التخصص هذا.
وحتى لما في كورسات تلقوا ممكن لها علاقة بالبرمجة أو هيك تلقي الحضور 90% مثلا أولاد 10% بنات، فحتى البيئة مش داعمة ولا هي ترتاح فيها، وما يصيرش إن تلقي البنت هي تعطي في الكورس هو. ثالث مشكلة هي مهمة هلبة هلبة إن موضوع الصيانة، يعني يصير لك مشكلة في الكمبيوتر متاعك ولا التليفون تبدي تفكري نبي إمكان ثقة، خايف على الصور متاعي من الناحية هذه، فعلاش ما يكونش إمكان تقدر أو هي تقدر تصلح بروحها، أو كان تعاون نسائي يكون أكثر ثقة وأريح. مياز لو نسألك، مياز معلش لو نسألك هني بس، من وين جاتك الفكرة بما أنك بديت تصلحوا في الإلكترونات، أو يعني هل في سبب انه خلاك انك انت يعني عندك اصرار انك تتعلمي المراه انها هي كيف تبدا تصلح بروحها؟ هل صار لك موقف او سمعتي قصه خلاتك يعني تتجهي لهذه النشاطه والورشه زي هيك الورش اللي انت تقوم بها؟ السبب الاساسي اني انا خشيت لكليه تقنيه معلومات تخصص البرمجه تحديدا، فكان اول حاجه دي مع عدد البنات اقل في التخصص، هذه اول حاجه. الثاني حاجة أنا كنت محتاجة من يساعدني، أنا كنت نبي نتعلم أكثر، فما لقيتش بالأحرى، واللي لو لقيت نلقى حد في تخصص معين ولشخص عنده معلومة يعني سابقة. ثالث حاجة البنات اللي في الكلية نفسهم ما فيش واحدة خاشة برغبتها، علاش نقولهم يعني ديما يا اما لان حوشي قريب من الكليه او ان هم مش ليهم. بعدين حاجه لقيت اني لقيتهم محتاجين اساسا، الوقت نبدا تكنولوجيا وهم ما يعرفوش كيف يخشوا فيها، فنلقى في روحي نعلم في غادي زميلاتي ان هم ديما نقدم لهم، فقلت علاش ما يكونش في امكان يرجعوا له البنات في الموضوع هو تحديدا، ومن غير اللي في الكليه حتى في يعني اللي عندنا العائله كلهم تلقيهم يحتاجوا حد يده معاهم من الاساس. بالظبط. يعني مش تدخليني هيك وخلاص طول كورس كذا كورس كذا، لا انا محتاجه اساسيات، مرات انا محتاجه حتى كيف نستخدم الكمبيوتر من الاول اصلا. صحيح. فالاحتياج هو كان عام. بعدين في الفرص في الوظيفه لما تقدم بنت على يعني هي ولد في نفس الوظيفه لها علاقه بالتكنولوجيا، فهم يفضلوا الولد على طول. صحيح. يعني علاش؟ طيب الفجوه هذه كانت واضحه عندي، بس قعدت نفكر ديما اني لين عالجها، كيف حنعالجها، اني لين حنكون عندي امكان، ديما نحلم انه يكون عندي امكان يقدم خدماته هي. طيب اوكي، هنا هل ممكن بعدين يشبحوك فاتحه دكان خاص او محل خاص لك انت لاصلاح الالكترونيات بشكل عام، موبايلات وكمبيوترات غيرهم، وممكن الناس يجوا يقولوا لك معقوله بنت تفتح محل كمبيوتر صيانه وكذا؟ انا بيك بس تقولي كلمه الناس هذوما، انا قداش انت كبنت محتاجه تمشي لبنت باش تصلحي عندها كمبيوترك او موبايلك، وان انت يعني هذه تعتبر حاجه مهمه بالنسبه لك، في ناس ما ترتاحش إيه؟ لان هي تعطي موبايلها لبنت. هو اصلا هو بدا موضوع احتياج شخصي، يعني انا في الاول بكل قبل ما نعرف لما تصير لي حاجه في الاجهزه نتاعي نبدا نفكر لمن بنرفعها، ونبي حاجه ثقه ولا ما نرفعهاش بكل، لما بنغير تليفوني ما عادش ندير نبيعها لان بالك يرجعوا لي بياناتي وما فيش حد يصلحوا لي، فمحتاجه كنت يا اما حد يعلمني كيف نصلح بروحي حاجتي، او تلقي دكان في بنت، او نلقى تعاون نسائي حتكون ثقه اريح وفي يعني التعامل اسهل بهالبا. واحنا كتجرز كلب ما نقدموش في الصيانه بس، يعني على العموم عندنا تدريبات وورش عمل في مواضيع مختلفه في التكنولوجيا وقسم الصيانه وقسم الاستشارات التقنيه. يعني درتوا ورش عمل مياز يعني مؤخرا؟ شن كانت اخر ورشه عمل؟ كان اسمها تيك فور هير، يعني هي استخدام التكنولوجيا في رياده الاعمال. دربت 16 رائد اعمال عندهم مشاريع شخصيه، فاحنا دربناهم على كيف حيستفيدوا من استخدامهم للتكنولوجيا مع المشاريع متاعهم، يعني ممكن ما لهاش علاقه بالتكنولوجيا يعني كيف حيستفيدوا منها غير الفيسبوك، وكان هذا بالتعاون مع منظمه جسور. حلو التدريب. طيب مياز يعني في اخر سؤال ليك، يعني شو تشوفي في المستقبل؟ يعني وين طموحك ماشي بهالمشروع هذا وبهالفكره هي؟ اول هدف انه يكون في مكان، لان احنا تو قاعدين في مساحات العمل نتعامل معهم، فاول هدف ان احنا يكون عندنا مكان خاص يقدروا يرجعوا له في اي وقت. ثاني شيء نبغى نتوسع داخل مناطق طرابلس كلها، بعدين نبدو نطلع حتى خارج طرابلس للمناطق الثانيه باش نقدروا نوصل الفكره هي وتكون عامه. يعني جميل.
يعطيك الصحة مياز، شكرا لك وعلى اتصالك اليوم معنا وعلى يعني تعاونك معنا. شكرا مياز. شكرا، شكرا أنتم على هذه الفرصة الطيبة. شكرا، إلى اللقاء. فعلا يعني حاجة مشرفة، اليوم حلقتنا مليانة إن النساء تكون كيف إن هم رائدات في جميع المجالات. يعني شفتوا إن عنا كانت معنا مركز جلول اللي هي تفتح في الطريق للنساء التانيات، وتوها موجودة أيضا عندنا هذه مياز. مياز بالضبط. مياز اللي عجبني فيها ان انا معجبه بصراحه بالاجيال الجديده، على قد ما ان نحن نحب الاجيال الجديده ونحس ان ما عندهمش 20 سنه يكون عمرها، اما نحس ان ما فيش عمل يدعمهم او جاءوا في وقت الحروب وما حدش كيف ما نقولوا شاقي بيهم، وكل واحد مجتهد بروحه في الوسط اللي هو قاعدين فيه. كل مره بصراحه ننبهر ببنت صغيره او حتى شاب، يعني شاب او شابه عندهم افكار جديده وعندهم برضو تحسيهم اندفاع وعندهم برضو مؤمنين بفكرتهم وطلاقه في الحديث وكلامهم منمق وحديثهم حلو، فربي يوفقهم بصراحه. انا تعليقي بس على كلام مياز ان هي قالت في الوظائف، في موضوع التوظيف في ليبيا، يعني هذه يعني حقيقه للعامه للكل واضحه بالضبط. يعني لما مثلا البنت تقدم على اي شركه اتصالات في ليبيا، تقدم هي تقدم يتم اختيار الولد بكل بساطه، ويعني مرات تكون كفو اكثر حتى منا، اكثر حتى من الولد. الاتصالات بتهيألي لا هي اللي اكثر شيء، ممكن شركه الاتصالات بالعكس نشوف في بنات فيهن واجد، هن المحلات الصغرى تلقى محل هو مش صغير، يعني في بتاع صيانه تبع صيانه نشيله ونحن نصينه فيه، هذا مستحيل. كيف ما نحن عندنا مجمعات في طرابلس او مجمعات في اي يكون معروف الالكترونات فقط، فمستحيل تلاقي في بنت جوا تصلح، اللي هي عاده ديما التصليح والصيانه في دار صغيره تقعد جوا، لان فيها تبي يعني كل جلسه اللي هي باش تقعد هي مهيئه انها تصلح. مش مستحيل حينادوا لك بنت ويقول لك تعالي او استقبلي العميل اللي هو راجل او شاب، مرته يقول لك انت ما بكش تشوفي تليفوني، كيف ما انا ما زلنا بينا حقبه اخرى باش نطقوا المرحله دي. بس لما نشوفوا مياز حنقولوا يعني ان شاء الله حتكون موجوده المراه وبقوه على ساحه الالكترونات والتصليح في اي مجال ثاني، وهذا دليل على ان المراه قادره على كل شيء. وصلنا طبعا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم، نشكر الجميع لتواجدهم معنا اليوم ومتابعتهم لجميع فقراتنا. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. We'll be right back.